هل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لأنه يرى كفرهم لتركهم أداء الزكاة؟ كما ذكرنا، اللي يمنعها جحدا لوجوبها هذا كافر مرتد، واللي يمنعها بخلا هذا يقاتل، لا قتال كفر وإنما قتال ظلم، لأنه ظالم منع حق الفقراء فيقاتل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المنهج الصحيح في الدعوة يعني قتاله من أجل ظلمه هو، لأنه يعني منع حق الفقراء، ومن منع حق الفقراء فهو ظالم فيقاتل لإزالة ظلمه. نعم.